أيها الحفل الكريم، متابعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بالخير وبالمحبة وبالسلام. نحييكم ونجدد لكم التحية في هذه الأمسية التراثية من هنا من ميدان المرموم لانطلاقة سن الكبار وأشواط أصحاب السمو والشيوخ من مسافة 8 كيلومترات، حيث تنطلق انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة. ينطلق شوطنا العاشر في تعداد أشواط هذا المساء والخاص بالزمول المهجنات الأصايل، حيث هذا الشوط يحمل لنا أسماء عديدة وشعارات قوية مشاركة في هذه المسيرة. نسير بمشاهدينا الأعزاء أينما تتابعونا في كافة أقطار العالم من هنا من ميدان المرموم الميدان الذكي. ينطلق هذا الشوط ونحن نسير مباشرة إلى المقدمة الأولى، نتابع الفارس اللي يحتل المقدمة والمركز الأول بشعار سمو الشيخ زايد بن المرأة المكتوم محمد بن علي العويسي، الذي يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني. مسيطر ياتينا على المركز الثاني من هجن العاصفة، يتولى عملية تضميره وتدريبه حمد بن راشد بن غدير. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث لأتابع هنا صوغان بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ويتولى عملية تضميره محمد بن جمعة بالدبيلة، هو اللي يتولى عملية تضميره مع المركز الثالث. بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، رابع المراكز اللي يأتي هنا مشكور من هجن الرياسة، يتولى عملية تضميره وتدريب عيسى بن أحمد الخيالي من يحتل المركز الرابع. بينما انتقل مباشرة إلى المركز الخامس، يأتي أيضا مشكور من هجن الرياسة، يتولى عملية تضميره وتدريب عيسى بن أحمد الخيالي. بينما انتقل وأتابع الانطلاق مع المركز السادس، سادس المراكز، يأتي ما يخاف بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ويتولى عملية تضميره وتدريب محمد بن جمعة بالدبيلة. بينما انتقل إلى المركز السابع لأتابع الغادم، هناك أيضا الدباوي يحتل المركز السابع من هجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميره وتدريبه. بينما انتقل مباشرة إلى المركز الثامن لأتابع المركز الثامن، ياتي هنا نشوان ليتقدم بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ويتولى عملية تضميره وتدريب محمد بن جمعة بالدبيلة اللي يحتل المركز التاسع. بينما انتقل إلى المركز العاشر لأتابع هذه التحديات وهذه الأسماء اللي يحتل المركز العاشر في هذه اللحظات. مشكور من هجن الرياسة، يتولى عملية تضميره وتدريبه أيضا عيسى بن أحمد الخيالي، لكن حصل دخول متابعين الأفاضل. هنا يتدخل اللي هو شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الذي يتولى عملية تضميره وتدريبه. هذه هي نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المعلنة هذا التحدي والمعلنة هذا الحضور الجميل مع شوطنا العاشر في هذه الأمسية المتميزة التراثية. نعود بمشاهدين الأعزاء ونتابع المقدمة، نعود
يعود إلى الصدارة إلى المركز الأول. الفارس من يقود المشاركين ويحتل المقدمة الأولى يتواجد بشعار اسمه شيخ زايد بن المر المكتوم محمد بن علي العويسي اللي يتولى عملية تضميره وتدريب اللي بدأ يسيطر على مقدمة هذا الشوط. وفي رأس حربتي هذا الشوط كما تشاهدون الفارس بينما انتقل مباشرة إلى المركز الثاني هنا ليأتي أيضا مسيطر من هجن العاصفة ليتقدم حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث ليأتي هنا ما يخاف بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ويتولى عملية تضميره وتدريب محمد بن جمعة بالدبيلة من يحتل المركز الثالث بينما انتقل مباشرة إلى المركز الرابع. المركز الرابع يأتي في مشكور من هجن أيضا الرئاسة ليتقدم عيسى بن أحمد الخيالي في المرتبة الرابعة بينما انتقل إلى المركز الخامس لأجد هناك الدباوي. الله يا الدباوي ها هو يتقدم بشعار إمبراطورية العاصفة ليتقدم حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب مع المركز الخامس بينما انتقل إلى المركز السادس لأتابع الانطلاق القادم ليأتي هنا لياتينا معري متابعين الافاضل بشعار هجن العاصفة ويتولى عملية تضميره وتدريب ايضا حمد بن راشد بن غدير بينما نتابع المركز السادس ايضا اللي يتقدم على المركز السادس ها هو مشكور من هجن الرئاسة يتولى عملية تضميره وتدريب عيسى بن احمد الخيالي بينما المركز السابع مياس ليتقدم بشعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان الغاسمي ويتولى عملية تضميره وتدريب سالم بن علي بن بخيت المسافري بينما المركز الثامن لأتابع ثامن المراكز اللي يتقدم في هذه المسيرة المتميز الغزال بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ويتولى عملية تضميره وتدريب سالم بن حمد بن هيان العامري وسابع المراكز. المركز السابع اللي يتقدم في متابعين الأفاضل نشوان بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ويتولى عملية تضميره وتدريب محمد بن جمعة بالدبيلة بينما المركز الثامن ثامن المراكز اللي يتقدم في أيضا متابعين الأفاضل في هذه اللحظات لي هو نشوان بشعار سيدي صاحب السمو أمصوغان بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن جمعة بالدبيل الذي يتولى عملية تضميره وتدريبه مع المركز الثامن بينما المركز السابع لأتابع الانطلاق في هذه اللحظة مع المركز التاسع في هذه اللحظات متابعينا الأفاضل في هذه المسيرة وفي هذا التحدي. هكذا نكتفي ونعود إلى الصدارة نعود إلى الريادة الأولى بعد ما أتممنا النداء الثاني لحضراتكم عبر أيضا انطلاقة هذه الشعارات التي تتابعها قناة دبي ريسنج الناقلة لأحداث هذه التحديات المسائية. نعود إلى الصدارة ونعود إلى الفارس هو الفارس من يحتل المقدمة الأولى من بداية الانطلاقة وحتى هذه اللحظة مسيطرا مع المركز الأول بشعار سمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم ويتولى عملية تضميره وتدريب حمد بن علي العويسي من يقود الصدارة والمقدمة الأولى ولكن مسيطر والباحث عن السيطرة بشعار هجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميره وتدريبه مشكور يأتي مع المركز الثالث من هجن
لجنة الرئاسة ويتولى عملية تضميره وتدريب عيسى بن أحمد بن ماجد الخيالي يحتل المركز الثالث بينما المركز الرابع. الله يا سلام مع الرياتي على المركز الرابع في هذه اللحظات بشعار هجن العاصفة. وحمد بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميره وتدريبه والمركز الخامس. المركز الخامس اللي بدأ يتدخل في هذه اللحظة مياس بشعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان الغاسمي وسالم بن علي بن بخيت المسافري اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه خمسية ماسية. بينما هناك المركز السادس الله يا سلام الدباوياتي على المركز السادس بشعار امبراطورية العاصفة وحمد بن راشد بن غدير يقود في عملية التضمير والتدريب. ولكن لنا العودة لنا العودة يا مخرجنا إلى مقدمة هذا الشوط إلى السيطرة الأولى. الله يا مياس ها هو مياس يتسلل رويدا رويدا على مقدمة هذا الشوط بشعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان الغاسمي واللي تولى عملية تضميره وتدريبه سالم بن علي بن بخيت المسافري. ولكن المعركة شديدة. مشكور يأتي على المركز الثاني من هجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يتولى عملية تضميره وتدريبه. خلاص هنا بانت المنصة الرئيسية بانت المنصة الرئيسية. والمركز الثالث الفارس يعود إلى المعمعة الثلاثية إلى المعركة الثلاثية بشعار سمو الشيخ زايد بن المر المكتوم محمد بن علي العويسي. الله يا سلام يا سلام على هذا الأداء يا سلام على هذا الرقص المعتاد. ها هو مشكور كما تشاهدونه عشاق الأصالة مع المركز الأول بشعار هجن الرئاسة واللي يتولى عملية تضميره وتدريبه عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي هو اللي يقوده مع الصدارة. ولكن الفارس يعود مع المركز الثاني. خلاص خلاص ها هو مشكور كما تشاهدون على الصدارة كما تشاهدون مع المركز الأول. تهانينا لهجن الرئاسة وتهانينا لعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي اللي رافقه من البداية إلى خط النهاية المركز الثاني اللي احتل اللي هو مشكور من هجن الرئاسة والمركز الثالث الفارس بشعار سمو الشيخ زايد بن المر المكتوم. والمركز الرابع المركز الرابع اللي أتى فيه متابعين إلى فاضل المياس بشعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان الغاسمي. والمركز الخامس اللي احتل اللي هو أيضا الغزال بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا متابعين الأفاضل ها هي لحظة الوصول من مشكور غطى على المسافة في زمن وغدرة في 13 دقيقة 19 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة أو تهانينا لعيسى بن أحمد الخيالي. بينما المركز الثاني اللي احتل اللي هو مشكور من هجن الرئاسة غطى مسافة 8 كيلومترات في زمن وقدرة 13 دقيقة أو 20 ثانية. تهانينا كذلك لعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. بينما المركز الثالث اللي أتى فيه الفارس قدم عرض ممتاز بشعار سمو الشيخ زايد بن المر المكتوم قطع مسافة السباق في زمن وقدرة في 13 دقيقة أو 20 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لحمد بن علي العويسي. هكذا متابعين الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى. تهانينا والناموس للجميع.